وحمد بن راشد بن غدير أيضا في تقديمها للمركز الثاني ثلاثية مع هذه اللحظة وهذا الانطلاق وهذا التأكيد. والواثق واثق واثق من المستوى، واثق من الأداء، واثق من هذه اللحظات، من التحديات، من المسار الذي يحمل. هذه البداية، صباحكم فل يا عاصفة، صباحكم فل يا عاصفة. هذه الإمبراطورية المتميزة التي تنطلق هنا مؤكدة أنها تبدأ بداية متميزة في هذا الصباح. المركز الثاني، المركز الثاني لا تزال حصائل لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، ولكن هنا التهاني من خلال هذه البداية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز مستوى بالمركز الأول وحصائل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث اهتمام لهجن الشحانية، والمركز الرابع العفريت لهجن الشحانية، والمركز الخامس دائما في المنافسات والأشواط الرئيسية. ولكن دير بالك يا أبو حمدان اللي ركز على فريدة وجناح الوهيبي. ماذا دهاك يا الوهيبي؟ ماذا حل بك يا سلطان؟ انطلق بقوة. شعار الشحانية أيضا من الشعارات العملاقة الخطيرة الكبيرة اللي له تاريخ. ولكن جناح 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 وفريدة، تهانينا مشاهدينا الأعزاء، نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم للمرة الثانية على التوالي. ومثل ما قلنا لكم الطير في الجنحان محلى رفيفة، ولينكسر حد الجناحين ما طار، وجناح طارت طارت بالناموس لتهديه لإمبراطورية العاصفة وسيدي ولي عهد دبي والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني فريدة أيضا لهجن العاصفة، الثالثة أرزنة لهجن الشحانية. شعار هجن الشحانية، مرحبا بضيوفنا في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في دانة الدنيا دبي على أرضية ميدان المرموم. ها هو سيلين، ها هو مشرف على المقدمة يتنافسا على مقدمة هذا الشوط في هذا الصباح الحلو الجميل. سيلين على المقدمة، سيلين على مقدمة هذا الشوط، وبانت المنصة وبان خط النهاية وسيلين على المقدمة. يا السلام على هذا الأداء المتميز، سيلين ومشرف، سيلين ومشرف، والسلام شحاني، السلام شحاني في هذا الشوط. ها هي اللحظات، تهانينا لهجن الشحانية على فوز سيلين بالمركز الأول، تهانينا للمغام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز سيلين بالمركز الأول. وانتقل إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا واذنان أيها الحفل الكريم ليحتل المركز الأول ويطير وينطلق هنا لهجن الشحانية وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي للمرة الثانية على التوالي في انطلاقة هذا الشوط وانطلاقة هذا المهرجان 2015 ليحقق الوهيبي النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. البداية كبيرة، البداية خطيرة، البداية موفقة للجميع في الانطلاقات، وبالفعل إنها مثيرة في انطلاقات الصباح تعكس انطلاقات المساء. نشاهد هناك وزان لا زال على المركز الأول يحلق بالناموس، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الانتصار. وإلى العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يستحق التحية والانطلاق. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم من احتل المركز الثاني. المركز
وعلى هذا الجو أيضا الأكثر من رائع هنا في المرموم هنا في الميدان الذكي من حاف يا من حاف على الصدارة الأولى على المركز الأول. بالفعل يا بن غراب اسم تراثي وعريق من حاف هي تأتي على المركز الأول على الصدارة الأولى هنا لهجن العاصفة على المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار لتحتضن بالنقطة الثالثة هناك مع مستوى الجناح. وتأتي هنا أيضا من حاف تهانينا والناموس هذه هي لحظات الوصول أمام المقصورة الرئيسية والحزام الأخضر يأتي مع من حاف تهانينا والناموس لهجن العاصفة تهانينا لحمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصلت في أملاك لهجن الشحانية المركز الثالث حسبان لهجن الرياسة المركز الرابع. تبارك الله على هذا الأداء المتميز رسمية ومخيفة مخيفة ورسمية واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة اللحظات الحاسمة في هذا الشوط يا سلام رسمية ومخيفة مخيفة ورسمية واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة الانطلاق المثير ورسمية رسمية ومخيفة مخيفة رسمية رسمية مخيفة اللحظات الأخيرة ولكن رسمية 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 مخيفة تحاول ما شاء الله تبارك الله رسمية على الصدارة رسمية على المقدمة رسمية بالشعار العنابي تهانينا تهانينا لهجن الشحانية النقطة الثالثة في هذا الصباح والتهاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي مخيفة مع المركز الثاني من هجن العاصفة المركز الثالث تصل في بيان. الرائعة والجميلة في هذا الفترة الصباحية سليل يأتي في المركز الثاني لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك يقود سعيد بن راشد بن غدير هجن الرياسة على المركز الثالث ومع الذيب يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام يا سلام ثلاثية ثلاثية هذا الشوط وهو سابع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية مع المركز الأول ووصيف وصيف وهجن العاصفة وسليل في المركز الثاني. يا سلام ولكن وصيف وصيف مسيطر على المقدمة يعلن الفوز يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذه النقطة الرابعة النقطة الرابعة لهجن العاصفة ومع وصيف. تهانينا تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير سليل لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد في المركز الثاني. المركز الثالث الذيب من هجن الرياسة بينما المركز انطلق مباشرة مع مقدمة الشوط انطلق كفو مع هجن العاصفة هبت هبوب العاصفة بانطلاقتها الموفقة مع المركز الأول في هذه التحديات. الله يا كفو انطلق كفو مشاهدينا الكرام باللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية هذا الشوط. ها هو كفو ينطلق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس في هذه التحديات لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير المتابع لهذا الشعار. تهانينا تهانينا وألف مبروك وهذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا وفوز كفو في المركز الأول تهانينا وألف مبروك هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية بفوز كفو في المركز الأول هجن العاصفة مركز الثاني وكان من نصيب على
المقدمة بدون أي أوامر تذكر وانطلق على الصدارة هنا وعلى المقدمة بأداء جميل وعرض مميز. المركز الثاني القادمة فن من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. والمركز الثالث ذخيرة من هجن العاصمة ورابعا ميزة من هجن العاصمة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن عدالة 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 على الصدارة، عدالة على المقدمة، عدالة بهذا الأداء، عدالة بهذا الفوز الجميل. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز عدالة بالمركز الأول. تهانينا للمحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي بهذا الأداء الجميل ولحظة عبورها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت هنا فن من هجر الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. وفي المركز الثالث الذخيرة وفي الشوط بالمركز الأول طلائع بشعار هجن العاصفة. مع هذا التقدم مع إضافة النقاط الذهبية اليوم لهذا الشعار شعار العاصفة على المركز الأول ينطلق مع طلائع مرتاحة في المقدمة. طلائع هنا في المركز الأول وأثير قادمة وتقدم أيضا منصورة على المركز الثالث. هذه الأسماء تابعة لشعار العاصفة وتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. يا سلام، هذه طلائع نهدي الناموس مجددا ونضيف لهذا الشعر ناموسا آخر مع هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة والتهنئة للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على فوز طلائع بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني أثير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث المركز الثاني مناعة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير. من يرسل هذه الدانات هذه الدانات في هذه المواجهة يتقدم مع مناعة في هذه اللحظات، ومناعة أيضا تغادر إلى المركز الأول بشعار هجن العاصفة وأعلام أيضا ميدان المرموم ترحب أجمل ترحيب بهذا الشعار القادم. ونقول لك يا خط النهاية قف احتراما لهذا الشعار الذي يصول ويجول بالمقدمة بشعار هجن العاصفة المملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد ابن غدير. هذه لحظة وصول مناعة إلى خط النهاية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الشايبة لهجن العاصفة. المركز الثالث حشيمة لهجن الرئاسة. المركز الرابع روعة لهجن الشحن. الذهيبة من هجن الرئاسة ولكن غياثي. سلامي للعاصفة، سلام الله الله على هذا الإبداع، على هذا التألق، على هذا التاريخ المشرف. غياثي على المركز الأول شعار هجن العاصفة. الرئاسة تقترب على المركز الثاني المضمر أحمد مايد الخيلي، ولكن غياثي مع الناموس، الناموس مع غياثي. سلام للعاصفة، سلام، وسلامي للواثق، سلام. حمد براش راشد بن غدير من يقدم هذه النوعيات الفاخرة، النوعيات النادرة، أمثال غياثي ونجدة وغيرها من الأسماء الكبيرة. غياثي مع الناموس، سلام والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم للمرة الثامنة على التوالي. تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني الذهيبة لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. تهانينا والناموس. المركز بين غدير ثنائية للعاصفة بهذا الانطلاق الجميل وتحدي. المركز الثالث والمنطلق هنا
لزام بهذا الأداء الجميل من هجنة الشحانية مع محمد بن خالد العطية، ولكن بعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الواعي هنا على الصدارة من هجنة العاصفة الذي انطلق بهذا الأداء. تهانينا تهانينا لهجنة العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بهذا الفوز الجميل وتكرار هذه النقاط المتميزة. تهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولحظة وصول الوعي إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن ناموس بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني هنا لزيم أيضا من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الوصول من سمهوي، ثالثا من هجن العاصفة المركز الرابع. محمد بن راشد بن غدير، ولكن المقدمة عند حالة استنفار. نجد حسب الخطورة بدأ يتحرك، بدأ يغير من حسن إلى أحسن، ولكن البدع يتابع خطوة بخطوة في هذه الجولة لهجن الشحانية. هجن الشحانية أيضا محمد بن خالد العطية، ولكنها راح اللي راح بالناموس يتقدم نجد إلى الأمام، أعلن وجوده وقبل سيطرته على المركز الأول. هذا هو الآن يقترب من المنصة الرئيسية ويقترب من بر الأمان، معلن الفوز والناموس، ويحقق أيضا نقطة تالية لهجن العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذا هو نجد مشاهدينا الكرام، يقترب من النهاية ومن الانتصار. تهانينا أيضا لسعيد بن راشد بن غدير، انهني أيضا على فوز نجد بالمركز الأول، المركز الثاني، الوصول من البدع لهجن الشحانية المركز الثاني، ثالث لهجنة الشحانية المركز الرابع لهجنة. سلطان بن محمد بن سالم لو هيبي وعود، أعود إلى غاية، غاية الفوز والانتصار، غاية الفوز والانتصار، ما شاء الله، الله 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 الله. تهانينا تهانينا من 400 متر الأخيرة والنهائية هنا مع غاية على المركز الأول. غاية هنا كما تشاهدونها عبر عدساتي الدبي ريسينج تاتي هنا، والمملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتواجد المحنك سعيد بن راشد بن غدير يقدم غاية. تهانينا والناموس، هكذا هي غاية وهكذا هو الاندفاع الكبير إلى خط النهاية. تأتي غاية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول، المركز الثاني، وصلت شلهودة على ثاني المراكز لهجن الرياسة. المركز الثالث تأتي الصوغة من هجن الشحانية. المركز الرابع، المركز الرابع كانت هناك دخول الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان يمع بن عتيق من كسلة. الرميث يتقدم مع المركز الرابع، ولكن البداية تم لهجن العاصفة. من يقدمه هناك الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثاني تبوك لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن هملولة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي. يتقدم مشاهدين الكرام، ولكن اللحظات الأخيرة تم العاصفة، تم هملولة اللحظات الأخيرة تم، وهي تم. هكذا يبدأ السباق وينتهي مع هجن العاصفة. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز تم بالمركز الأول والثاني، موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير والمركز